حرب ثم تهجير ثم خيام بالية وإهمال حكومي، هي حكاية النازحين الذي أصبح النزوح سمة لحياتهم اليومية. وإذا كانت المعارك قد أجبرتهم على مغادرة مناطقهم، فإن الميليشيات التي سيطرت على تلك المناطق بعد استعادتها والتي عاثت في الأرض فسادا تمنع عودتهم. النازحون من مناطق عزيز بلد والجويزرات في مخيمات الحردانية جنوب تكريت اتهموا الحكومة المحلية بإهمال معاناتهم وتجاهل إعادتهم إلى مناطقهم. وهذا الصيف جي والحر جي ورمضان جي، وإحنا عندنا بيوت وقاع وزرع وكل شيء عندنا، إحنا نريد نرجع لديارنا ومناطقنا ولا عودة للإرهاب. هو قاعد بخيمة، هو متونس، أنا عندي بيت دونم نص دونم بي، ها، وأنا قاعد هسه بغرفة مال هذا، قاعد بخيمة، هي أنا قاعد بخيمة أنا. حالات الوفيات بسبب نقص الرعاية الصحية والإهمال الحكومي المتعمد في مخيمات الحردانية والتي تتخذه أكثر من 500 عائلة نازحة ملاذا لها ظاهرة تدق ناقوس الخطر. عندنا الأمراض كبار سن، عندنا تعبانين، وعندنا طلاب يعني ذا يعانون معاناة. المخيم مالنا عدد 500، صارت عندنا وفاة أطفال من البرد والأمراض، وعندنا نايمين مستشفى من الأمراض ونقص خدمات. 100 متر فقط هي الكفيلة بتحويل الآمنين إلى نازحين سلبت منهم أملاكهم بدعوى الحرب، وما الطائفية وميليشياتها إلا أداة أوغلت ظلما وقهرا تحت أنظار الحكومة التي لا تحرك ساكنا. تهجير وسلب للممتلكات وثارات أضحت عنوانا عريضا تتبجح به الميليشيات على العوائل العزل، يشير إلى تغيير ديموغرافي بعلم الحكومة وربما بمشاركتها.